كان اعتبر هذا نداء ورسالة من فنان كيعيش في هذه المدينة، مدينة خريبكا، المدينة الفوسفاتية اللي توجد بالمغرب، على الحالة فين وصلت لها الثقافة والفن في هذه المدينة من ناحية التهميش والإقصاء منذ ما 40 سنة تقريبا. فشخصيا كنقول بأن الفاعلين، وهنا غنسجل بعض النقاط في المسار ديالهم، الفاعلين المحليين أول ناس لعبوا قدموا فيلم عن الصحراء المغربية سنة 1974 قبل انطلاق المسيرة الخضراء. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أول جمعية لخصات الريح ديال مسرحية الكنز لفائدة الجمعية الاجتماعية القوة المساعدة آنذاك سنة 77-78، وهذه المسرحية شاركوا فيها معنا مجموعة ديال الممثلين الله يرحمهم، مثلا البسطاوي والسي محمد حراقة ومجموعة ديال الممثلين المعروفين على الساحة. هذا بالإضافة للأعمال اللي كنا كنقدموا في هذه المدينة، يعني أعمال لا تحصى، من أعمال مسرحية بين دور الشباب، بين الكنيسة، بين قاعة الأفراح. قادما كان المجمع الشريف فوسفات، المجمع الشريف فوسفات كيحتضننا، كيحتضن الفروق، كيساعدها. الآن مدة هذه يعني غادي نقول فوق 30 عام لا أحد يلتفت لهذه الفروق، لا أحد يلتفت لهذا المجهود، على علم أننا أبناء عمال وأننا عمال، بأننا حتى موظفين كنمارسوا هذا الفن المسرحي كما كيمارسوا الناس أشياء أخرى. احنا اختيار ديالنا هذا، كنقول بأنه لا دعم، لا دعم يعني محترف معقول طيلة هذا المسار. كنلاحظوا بأن مثلا المجمع الشريف فوسفات يقتني أعمالا من خارج المدينة، وهذه الأعمال احنا كنحيوهم يقتنيوها، ولكن الاعمال ديال الجمعيات، وعندنا ممثلين محترفين، لا اقول جمعيات محترفه عندها بطائق ديال بطاقه الفنان، شاركت مرتين في مهرجانات كبرى ديال مكناس على المستوى الاحترافي. راه ماشي ناس غير هوات ولا اي مساله والله دخلوا للميدان، عندهم تجربه وعندهم سمعه وطنيه وعندهم حتى دوليه، يعني مشاركات في افلام اخرى وفي اعمال اخرى. كنقول بانه هنا كنعانيوا واحد المعاناه، يعني غنقول استنزفنا، يعني ما بقيناش قادرين نزيدوا لانه ربما احنا بولاده. حقيقه احنا ما غاديش نتفرقوا على الفن، ولكن هذه المدينه راه ما عطاتناش، كنقول على جميع المستويات. نجي مثلا للمستوى الاول، ملي كتصيب مجمع الشريف فوسفات اللي كيساعد فرق لا يحتضنك ولا يساعد، رغم اننا نراسله في كل لحظه في كل وقت في كل زمان، فهناك عراقيل، يعني اش غنقول لك، كاينه مساعدات ولكن طفيفه جدا، راه معروفه عندهم، يعني ما نقولكش فاتت جوج ولا ثلاثه، معروفة في هذا 40 عام ولا 50. غنجي مثلا المجلس البلدي، ليس هناك احتضان لفروق بمعنى الكلمة. حتى الناس اللي خدامين معنا في المسرح منهم ناس ديال الجماعة، كاين مركب ها هو تبارك الله كبير، كاين قاعات خاوية، كاين الكنيسة، لا أحد، حتى واحد ما كيجي يعيط لك يقول لك خدم معايا ولا مارس ليا ولا أعطيني شي برنامج. هذه مسائل خطيرة كتعي الإنسان، راه ماشي عنده الجهد ديال اسمه، الجهد محدود والإمكانيات محدودة، إنسان واحد الوقت كيحيد. نجي واحد المسألة أخرى، وهو مثلا كدفع، جات هذه المبادرة التنمية البشرية اللي دار صاحب الجلالة كنشكروه عليها، كدفع ملفك، ملفاتك ثلاثة المرات أو أربعة. الناس هنا المسؤولين ما كيمشيوش مع مسارك الفني واش قدمتي للمدينة، كيشوفوا غير ملف ولو يكون يلا أسس تأسست الجمعية في يومين. كاين جمعيات يلا ما عندهم تأسيس قليل وعندهم ويعني تعطاتهم هذه الإمكانية ديال الدعم. ما عرفناش حنا اللي خدمنا 50 عام اش كنا كنديروا، واش درنا شي جريمه في حق هذه المدينه، ما عرفناش. الان كنقول وقبل ما ننهي انه هذا راه بلاغ ونداء قبل ما نتخذوا اجراءات اخرى من هنا للامام، لانه الامور وصلت كنقولوا للعظم، ما بقى عندنا فين نزيدوا. المركب، انا غنجي للمركب مثلا، ما فيش حتى اضاءه، ما فيش تجهيزات، الديكورات ديالنا ضاعت، ما كاينش شي قاعات، ما كاينش واحد اللي كيقدر يقول لك هاك هذه القاعه خذها حط فيها مثلا الماتيريال ديالك ودرب. ديكورات كبيره كبيره وشاهد على تاريخ الحركه المسرحيه هنا. رجع للفيلم ديال الصحراء المغربيه، الناس اللي مارسوا فيها راه دابا مهمشين جالسين بعاد على الميدان، كيقول لك اودي ما يمكنش نبقاو نخدموا والاخر لا يشتغل. كنوجه هذه الرساله للسيد مدير المجمع الشريف فوسفات بالضبط، والمدراء المحليين، والسيد عامل على اقليم مدينه خريبكا، والسيد رئيس مجلس البلدي والاعضاء كلهم والمجتمع المدني والحقوقيين، واش ما بغيتوش الفن تساعدوه؟ ساعدوه معنويا، ساعدوه ماديا. احنا
قادرين نقدموا اعمال ونقدروا حتى حنا نقدروا حسب دفتر التحملات عندنا ما نقدموا للشباب. واش الفن مضر؟ الفن راه مهذب، الفن راه رساله، هادشي راه معروف، راه حنا قدمنا ناس كاين اللي عايش به الان. يعني حنا درنا التنميه غادي نجي اخرها فيلم بولانوار اللي فيلم بولانوار اللي اشتغلت فيه اكثر من 2000 واحد، ماذا يسمى؟ لا يسمى هذا التنميه. وتحطت فيه هنا اكثر من 200 مليون للشباب والتقنيين وليزوتيل والماكولات، يعني هذه تنميه. كنظن انا خص المسؤولين ينتبهوا لهذه المساله لانه قدروا يعني غنقولوا هزينا يدينا ونقدروا من هنا لاخر السنه غتكون عندنا اما تجميد انشطتنا بالمدينه اما نتوقفوا. ورا الفضاء ارحب وارض الله واسعه والمغرب راه ديالنا كاملين ممكن نشتغلوا في اي مدينه اللي كتحس بنا وتقدرنا وشكرا.